انت مشان الاعلان حكيتني امبارح مظبوط مبدئيا ما في شبه كثيرة عفوا ايش تشرب باخذ شاي لو سمحت اعطينا كاسه شاي لو سمحت اهلا وسهلا فيني اعرف ايش الظروف اللي ضاع فيها ابنك عفوا هيك من باب الطاقه لا بعرفك ولا بتعرفني بدك تعرف القصه لك بنتي نفسها ما بتعرفها انا بعتذر بس كيف بدي اتاكد اذا ما حكيت ليش متاكد من الحكي اللي بدك تحكيه انت ولا لا اعطيني هويتك ليش ليش بدك فيها ايه علينا خلص اخي ما بدي لا عم لا عم ارجوك اقعد بس لو سمحت لي يعني زي ما حضرتك مش راضي تحكي قبل ما تتاكد وانا كمان ما بقدرش اقول لك اسمي قبل ما اتاكد في ناس كثير حواليي ما بعرفوش القصه على كل حال تفضل أردني ما علينا ممكن تكون أردني ممكن تكون أي شيء بعد ما هلا تاريخ ميلادك هون مزبوط ميلاد الحقيقي قبل بأسبوع بس خلاص أخي معناتها مو أنت شكرا على الشاي سلام اسلموا اسلموا نعم شو بتريد؟ بس طول بالك خلينا نفهم ونتأكد من شو بنتأكد؟ أنا ابني أصغر منك بسنة حتى بسنة وشهر يعني يوم اللي ولدت حضرتك أنا لسه ما كنت متأكد عم؟ لك متأكد؟ لا بقى تلحقني وإذا شفتني بالطريق لا بعرفك ولا بتعرفني قصة ماتت وتفناها وما بريد حدا يعرفها غير ابني الحقيقي فهمت ولا ما فهمت؟